السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي من الأك سي دي. اليوم إن شاء الله في تعقيب عندي وإيضاح معين لنقطة سألت عنها بكثرة، ما ينفع إنه أشرحها عبر التغريدات، ففضلت إنه يكون الشرح فيديو، فتابع معي إن شاء الله راح أوضح لكم كل شيء. بالنسبة للأكل السي دي الآن ما شاء الله بدأت تظهر كثير من الطروحات المشابهة للأكل السي دي كنمطية وكعروض باور بوينت. أتمنى أنه كنت أنا محفز لهالإبداع عند الناس، وأتمنى أنه الهدف يكون سامي من هالنوعية من الطرح. أسأل الله أنه يوفق الجميع وأسخر لكم عبادة إن شاء الله، ويرفعكم من عنا المناهج وطولها وما تعنونه في تدريسها. فالآن خليني أنتقل أعرض عليكم هذه اللي سألت عنها، يعني اللي هي عروض الباوربوينت. مثلا عندنا العرض هذا عرض الباوربوينت الخاص بالاكتف سي دي. طبعا انا اللي يسالوني يقول لي ماذا يميز عروضك؟ يميز عروضي انه انا حاولت انه اجعل عروض انتراكتف واريحك في كل شيء. انا اهتميت بادق التفاصيل في عرضي، كان يهمني كيف يخرج العرض، كيف يكون شكله، كيف فعاليته لك كمعلم او معلمه تعرض امام طلابك وطالباتك هالعمل هذا. فأرجو إن شاء الله إنه هالعمل وهالفكر إن شاء الله يكون يعني وصل أو أوصل شيء معين أنا كنت أريد أن أوصله كمعلم. أرى أمامي مجموعة من الطلاب، كيف أوصل لهم المعلومة أو كيف ألفت انتباههم إلى الدرس على البروجيكتور أو على الانتراكتف وايت بورد. فتابعوا معي، هذا هو العرض. انا حتى في اخراج العرض كان عندي اهتمام، يعني الالوان، ظهور عنوان الدرس، الليسن، اليونت 1 2 3 اي بي سي، كان عندي اهتمام بالشيء هذا. الان مثلا هنا في التمرين هذا لوك ات ذا بيكتشر، كان يسي. طبعا هنا ما في داعي، هنا في طب هنا في تناسق بين الصوت والدرس نفسه. طبعا المرحله المتوسطه انا جعلت الاجابات تظهر بالتك اون سبيس، يعني بالضغط على المساحه في جهازك اللي هو زر السبيس او بالزر الفار الايسر. يعني هنا listen and match، يعني لو حبيت انه تشغل جزئيه معينه من المحادثه وبعدين حاب انه انت تظهر الإجابة الجزئية هذه، حتضغط التك وحيظهر معاك. بس سوري، أنا قاعد أسوي كونفورم الملف. طبعا هنا مثلا هنا التمرين يعني يحتاج الى انه يعني في رايتنج وبعدين كوركشن. كيف حيظهر الحل؟ الحل حيظهر فقط انه تضغط كليك حيظهر معاك الحل. طبعا هنا مثلا رايت سنتنس اباوت، حتظهر لك سنتنس 2 3 وبعدين 4. طبعا الاظهار الحل هذا يرجع لك انت. انا افضل دائما قبل لا تطرح الدرس او قبل، يعني انه ترى العرض قبلها بوقت مسبق حتى تخطط استخدام العرض بافضل طريقه ممكنه بالنسبه لك. لوك شوز اند رايت. طبعا هنا انتهاء العرض. هنا انا عرضت على عجال. طبعا الان حارجع مثلا الورك بوك، طبعا 108 مثلا عرض الحل.
طبعا انا نوعت في الحركات، حاولت انه دائما مثلا حتى الدخول والخروج للصفحات يكون يعني في تميز، ظهور الكلمات احيانا تظهر كلمة بتقفز، احيانا كلمة بحروف بتتراجع او تتداخل او هذا هو العروض الخاصة بي. طبعا العروض الخاصة بي هتشتغل على أي جهاز تمتلكه، لو كنت تمتلك لابتوب هتقدر تشغل عروضي، لو كنت تمتلك جوال آيفون هتشغل عروضي بنفس الطريقة اللي شريتها الآن، لو كنت تمتلك سامسونج جالاكسي هتشغل عروضي بنفس الطريقة. ما هي الآلية لتشغيلها وما هو الإثبات؟ أنا بعد شوية هنزل إن شاء الله فيديو هأوريكم العرض على جهاز الآيفون، بعدين حوريكم العرض على جهاز الجالكسي تاب والجالكسي نوت، هتشوف العرض كيف بالضبط زي ما رأيته هنا ستراه هناك إن شاء الله. هذه النقطة اللي أنا حبيت أوضحها. أما بالنسبة لطريقة تشغيل العروض على الأجهزة الذكية زي الآيفون والآيباد سامسونج جالاكسي وسامسونج كاب، فهذه الطريقة إن شاء الله راح أطرحها فقط لمن يستخدم العروض الخاصة بي. أرجو من الجميع المعذرة، طرحنا كثير بشكل موسع، لم أستفيد من طرحي بشكل عام، إلا أنه تعرضت كثير من العقبات. بدأت أعمالي بصراحة تؤخذ وتنسب لغيري وتحقق من ورائها أمجاد أو أنا لا يهمني. أنا كان عندي حلم إنه أنا أطرح الأكت السي دي وأنهيه، وإن شاء الله خلال الأسبوع هذا إن شاء الله أو نهاية الأسبوع هذا إن شاء الله سيكتمل الحلم لي بالنسبة للفصل الأول، وأتوقف إن شاء الله عن الطرح خلال الفترة القادمة حتى إن شاء الله بداية الفصل الثاني أو قبل بداية الفصل الثاني. راح أطرح إن شاء الله، أحاول إنه أنا أطرح الفصل الثاني قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية. كان هذا فقط التوضيح بناء على طلب كثير من الأخوة والأخوات. كان معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، أراكم إن شاء الله بشرحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.